السلام عليكم، معكم خديجة فضلان ملكة جمال المغرب سنة 2019 اللي تزوجت باللقب في الدار البيضاء وكالة تاج أمير سوفير. صراحة حلم وتحقق، وكنتمنى إن شاء الله من هنا الخدام نقدر أنني نخدم بهذا اللقب ديالي، ونحاول ما أمكن نعاون به الأطفال المتخلى عنهم، وكذلك حتى الأمهات العازبات. علاش لا؟ لأنهم صراحة واخا ما واخدينش الحق ديالهم، ما كاينينش شي جمعيات كثار يعني اللي يقدروا انهم يعاونوا ويساعدوا اكثر من الاطفال. كنبغي نوجه تحيه خاصه وكبيره للملك جمال سفيان الفيلالي وكذلك كوثر، وكنبغي نشكر قناه ساميله. كنبغي نوجه تحيه كبيره للمؤسسه أميان سوفير اللي عطى فضل كبير على اللقب اللي توج به، لان كنفتخر به، لانه دائما عندي رغبه انني نكون كنمثل الاطفال المتخلى عنهم والاطفال الصغار. وكذلك كنبغي نوجه تحيه للملك جمال وملكه جمال تاج بهار اللي هما كوثر وسفيان فيلالي، وكنبغي نوجه لكم تحيه كبيره للموقع الشامله كذلك، وشكرا.